كانت عندي قناعه لان لماذا؟ لان الجوده للبرشلونه ما ماشي هو هذاك، لان المدريد كانت قويه اليوم شويه قويه قويه على البارسا. لا انت لم تتوقع قبل بدايه المباراه، ولكن انا صورت المقابله، ولكن انا صورت المقابله قبل المقابله قلت سننتصر مدريد 2-1، وها هي سيارتها تشوفها. اذا كلهم انصار برشلونه، لكن الاحتفال حتى في حال فوز ريال مدريد. شكرا زميلي جمال جبلي. إذا هذه ردود الأفعال السريعة جدا على الهواء. فوز إذا كان مستحق بالنسبة لريال مدريد لأنه سيطر كثير.